الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. في وقت ما كنت أفكر أن الكثيرين من رجال الدين عادة لا يقومون بالمشاريع البناءة، إنما يكتفون بالوعظ والإرشاد والنصح والتوجيه فقط. كنت أفكر أن المؤسسات الدينية سوف تجعل لرسالتهم امتدادات إلى الأماكن التي لا يستطيعون التواجد فيها. الفرد من رجال الدين بمقتضى كونه فردا يكون موجودا في مكان واحد، ولكن إذا أسس مؤسسات فإنه لا يبقى فردا واحدا، وإنما يصبح مجموعة كبيرة من الأفراد، لأن كل من يتخرج من مؤسساته سوف يكون فرعا من فروعه، ويمتد بالرسالة التي يحملها رجل الدين إلى ذلك المكان الذي يتواجد فيه هذا الفرد. كنت أفكر لماذا رجال الدين لا يقومون بتأسيس المؤسسات، رغم أن التأسيس لا يشكل صعوبة كبيرة. تأسيس المؤسسة لا يكلف كثيرا من الجهد والوقت، ولكني ويؤسفني أن أكون قد شعرت مع الأيام بأن تأسيس المؤسسات من أصعب الأمور في دنيا اليوم، وخاصة المؤسسات الدينية التي تكون أرضية المجتمع عادة معاكسة لها، لأن الإنسان ربما يريد أن يقوم بتأسيس مؤسسة منسجمة مع أرضية المجتمع. الآن لو أراد فرد، أي فرد، أن يقيم سينما أو يقيم ملهى أو يقيم أي شيء ينسجم مع أرضية مجتمع اليوم، فإن هذه المؤسسة ستنشط بسرعة وتنمو بسرعة وتكون لها فروع وامتدادات كثيرة. لماذا؟ لأن أرضية المجتمع تساعد على تنمية هذه المؤسسة. أما المؤسسات الدينية فإنها تعاكس تيار المجتمع، فالمجتمع لا يشجعها من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يتواجد لها المخلصون الذين يعملون لتنميتها وتوسيعها وانتشارها إلا الأقل من مقدار الكفاية، لأن كل مؤسسة تحتاج إلى مجموعة من المخلصين العاملين بمقدار حجم تلك المؤسسة، والمخلصون أقل من حجم المؤسسات الدينية، ولذلك يبقى فيها النقص، ولذلك لا تستطيع المؤسسات الدينية أن تنمو كما يجب أن تنمو.
هذا القصور في المجتمع اليوم الذي لا يساعد على تأسيس المؤسسات. وهنالك إلى جانب هذا القصور تقصير كبير وكبير وخطير، وهذا الأمر الثاني، هذا التقصير هو معاكسة المؤسسات الدينية من قبل عناصر قد يكونوا دينيين في الظاهر وقد يكونوا منحرفين في الواقع والظاهر أيضا. هؤلاء أيضا يحاربون المؤسسات الدينية بأقصى ما زودهم الشيطان من تسويلات وبأقصى ما تستطيع النفوس الأمارة أن تجمدهم بها من وسائل الخداع والمكر والحيلة. لذلك نجد أن الذي يريد تأسيس مؤسسة إنما يعاني من أصدقائه، يعاني من أعدائه، ثم بعد كل هذه المعاناة لا تكون النتائج إلا أقل بكثير من الجهود التي بذلت في هذا السبيل. ولذلك مع الأيام أصبح عندي شعور بأن هذه الجهود تهدى. الأفضل لمن يجد طاقات أن يوجه طاقاته كرجال الدين الكلاسيكيين الذين يفكرون في الوعظ والإرشاد والنصح فقط. لماذا؟ لأن نتيجة هذه الجهود في الدرجة الأولى لا تجد حولها المخلصين بمقدار الكفاية، وتجد لها من الأعداء أكثر من مقدار الكفاية. هذا الشعور المرير الحقيقة يؤسفني أن أقول بأنه أصبح يساورني، وبالفعل أصبحت أفهم لماذا كان نوح بذلك العنف في دعائه: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بالفعل في بعض من الوقت عندما كنت أقرأ مثل هذه الآيات كنت أفكر أن نبيا عظيما من أنبياء الله مثل نوح كيف صدرت منه هذه الأدعية العنيفة في هذا المستوى: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا الدعاء الجماهيري على البشر، كل البشر في ذلك اليوم باستثناء 83 إنسانا فقط، استثناهم نوح لأنهم كانوا مؤمنين به وبالله رب العالمين. باستثناء هذه المجموعة الصغيرة دعا على البشرية جمعاء، ثم قرر الله دعاءه عندما أنزل الله دعاء نوح في الكتب السماوية في القرآن والتوراة والإنجيل. نعلم أن الله قد قرر صدق هذه الدعوات وواقعية هذه الدعوات، وأن الله بنقله هذه الدعوات إنما يقول: نعم، هذه الدعوات صحيحة وفي محلها. في وقت من الأوقات كنت أفكر كيف أن الوضع سيكون هكذا، أو كيف أن نوح عليه السلام توترت أعصابه إلى هذه الدرجة. ولكن الأيام علمتني أن نوح كان على صواب وأنني أنا كنت على خطأ عندما كنت أستغرب مثل هذه الأدعية من نوح. على أي حال، هذه شقشقة، وإنني لم أقف هنا
لأتابع السير في هذا الموضوع، إنما وقفت هنا لأن أقول لطلابنا الكرام كلمة، أقول لهم إنكم قد أمضيتم فترة من الوقت، وإنكم لاقيتم من حسادكم خارج المدرسة ومن أعدائكم خارج المدرسة كل ما كان يمكنهم استعماله من وسائل إبعادكم عن الدين وعن العلم. عانيتم صعوبات كثيرة، سقط بعضكم في الطريق حيث إنه لم يكن مؤهلا لمثل المستوى الذي كنا نفكر له، وبقيتم أنتم. ولكني سأقول لكم بأن قسما من الناس يعادونكم لأنهم يعادون الدين، فلا يريدون أن يكون هنالك رجال دين، وقسم من الناس يحسدونكم لأنهم سيجدونكم إذا استمريتم في طريقكم ستصبحون أعلى منهم وسيصبحون صغارا أمامكم، لذلك يحاربونكم ويغرونكم ويتوسلون بكل ما يسول لهم الشيطان من وسائل لإبعادكم عن العلم وعن الدين. ولكني أقول لكم إن كل إنسان يفكر في مستقبله القريب في الدنيا ويفكر في مستقبله البعيد في الآخرة عليها أن يكون صلبا وقويا لا ينحني أمام المحاربة أمام الإرهاب، ولا ينحني أمام الإغراء. إن أكبر وصف وصف به أبو الفضل العباس عليه السلام وهو ابن الإمام علي أمير المؤمنين وأخ الإمامين الحسن والحسين وعم الأئمة التسعة الطاهرين، أكبر وصف وصف به العباس ما وصفه به ابن أخيه الإمام زين العابدين عليه السلام، حيث قال: رحم الله عمي العباس فلقد كان صلب الإيمان. عندما الإمام زين العابدين يريد أن يضع العباس عليه السلام في أطار يقول رحم الله عمي العباس فلقد كان صلب الإيمان، لأن بني أمية حاولوا إغراء العباس أولا، حاولوا إبعاده عن الإمام الحسين بالإغراء عندما جاء الشمر بأمان ليلة عاشوراء ووقف إلى جانب مخيم الحسين وجعل ينادي أين بنو أختنا، لأن شمر كان يعتبر نفسه منتميا إلى قبيلة تنتمي إليها والدة العباس عليه السلام، فلذلك جعل يقول أين بنو أختنا. العباس لم يرد عليه، ما رد عليه العباس حتى التفت إليه الإمام الحسين عليه السلام وقال: يا أخي إنني أسمع من يناديك، أجبه وإن كان فاسقا. أنا أعلم أنه فاسق ومنحرف، ولكن أجبه فإنه بعض أخوانكم. فذهب إليه العباس وقال: ماذا تريد منا؟ قال شمر: يا بنو أختنا، هذا أمان لك ولإخوتك من أمك من عبيد الله بن زياد. عند ذلك منهار العباس عليه السلام أمام هذا الإغراء وقال: لعنك الله ولعن ما جئت به من أمان، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ هذه الصلابة
التي تجسدت في هذا الموقف وتجسدت في مواقف كثيرة كانت أفضل صفات العباس عليه السلام، لأن العباس لم يكن من المائعين، لم يكن من المهترئين، لم يكن من المنحلين، لم يكن من المتحللين. لذلك وصفه الإمام زين العابدين بقوله: رحم الله عمي العباس فلقد كان صلب الإيمان. أنا أقول لكم يا طلابنا الكرام إن الصلابة في هذه الأيام قليلة ونادرة جدا، إن أكثر الناس مائعون وأكثر الناس منحلون ومتحللون، حتى الكثيرين من الذين يضعون أنفسهم في أطارات كبيرة ضخمة عندما تحللونهم لا تجدون منهم إلا الهش الخوار. لذلك أقول لكم إن أكبر صفة يمكن أن يتحلى بها الإنسان هو صفة الصلابة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أما الذي لا يقول ربنا الله فإن الملائكة لا تتنزل عليه. كذلك الذي يقول ربنا الله ولا يتحلى بالاستقامة، القرآن يقول حتى يخوضوا في حديث غيره: إنكم إذا مثلهم، إذا التقيتم مع الأعداء في حديث فأنتم أعداء مثلهم، لا فرق بينكم وبينهم. الذي عرف بأنه عدو يلزم أن لا يخوض معه الإنسان في حديث العداوة، وإلا كان عدوا مثله تماما بتمام، كما يقول القرآن الكريم. الآن تجدون أمامكم عطلة الصيفية، في هذه العطلة ستنشط عناصر لإبعادكم عن الدين. هذه العناصر ليس لها عمل، ليس لها هدف إلا التضليل وإلا انحراف المستقيمين عن خطهم المستقيم. هؤلاء يجدون المال الكافي، هؤلاء يجدون الطاقات الكافية للهدم فقط دون البناء، لأنهم بطبيعتهم هدامون، لأنهم بطبيعتهم منحرفون. هؤلاء سيزورونكم في قراكم، سيتابعونكم في أي مكان كنتم، سيطاردونكم، لا لأن تكونوا مؤمنين، ولا لأن تكونوا ملتزمين، ولا لأن تكونوا علماء، وإنما لأن تكونوا منحرفين، وإنما لأن تكونوا مرتدين، وإنما لأن تكونوا حاقدين على مجتمعكم وعلى دينكم وعلى علماء دينكم. هؤلاء سيبذلون قصارى جهدهم، ولكن عليكم أن لا تكونوا مائعين، عليكم أن تكونوا أقوياء، عليكم أن تكونوا صامدين، عليكم أن تكونوا صلبين حتى تستحقوا كرامة الله في الدنيا وكرامة الله في الآخرة، لأن الله لا يعطي الشيء بدون سبب. للإنسان المنحل لا يعطي فضله، للإنسان المتحلل لا يعطي كرمه، للإنسان المائع لا يعطي هديه ورشده ودينه وعلمه وفهمه، إنما يعطي هذه الأشياء للناس الأقوياء، للناس الصلبين الذين يستحقون كرامة الله في الدنيا وكرامة الله في الآخرة. أتصور أنني أخذت من أوقاتكم أكثر مما كان ينبغي، وإلى هنا نستودعكم الله ونسأل الله لكم ولنا التوفيق والتأييد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.